بعد ذلك كسيت بالبياض بالأخضر، ثم بعد ذلك في عصر يمكن بدايات الحرير كانت في الفاطمي. لكن يعتبر عمرو بن لحي هو أول من أدخل عمرو بن لحي أول من كساها. ولكن بعد ذلك جاءت السيدة عائشة، وكانوا تعظيما للبيت ومهابة له كانوا ياخدوا الكسوة ويحفروا لها في الأرض ويدفنوها فيها. فقالت لما تفعلون هذا؟ أرى أن تباع ويجعل ثمنها في مصالح البيت، صيانة، تغيير، نظافة، كذا وكذا إلى آخره، يبقى دي تخدم البيت وبيعوها. فأقر الصحابة كلهم، دي من الإجماعات السكوتية اللي بنضربها مثل في أصول الفقه علشان نقول للطالب يعني إيه إجماع سكوتي. إجماع سكوتي يعني عالم من العلماء، هنا السيدة عائشة أم المؤمنين أفتت فتوى ثم سكت الكل، فيبقى إجماع، يبقى كأنهم موافقين، لأنه أي واحد فيهم كان مش موافق يرفع إيده ويقول لا أنا مش موافق، الكلام اللي أنت بتقوليه ده غلط. وحصل كتير في اختلافات الصحابة. صحيح. فلما تيجي تفتي فتوى زي دي فيسكت الجميع، يبقى بنسميه إجماع سكوتي. فهناك إجماع سكوتي على جواز ذلك. وظلت هذه الكسوة تعطى لبني شيبة يفعلون فيها ما يشاءون، يعني يقطعوها بقى ويدوها هدايا للملوك، للرؤساء، للأغنياء، للعوام، للأحباء، أو تباع أجزاء منها برضو للأغنياء أو كذا. وظل هذا الحال كيعني من حقهم. إنه فلما جاء الملك فيصل الكسوة فضلت تطلع من مصر لغاية 1964. كسوة 64 لما راحت في الباخرة ردها الملك فيصل رحمه الله تعالى عشان كان زعلان مع الزعيم جمال عبد الناصر. فاتعمل هناك بقى دار للكسوة. احنا دار الكسوة بتاعتنا موجودة في الخرنفش، في الخرنفش هنا مزبوط. في والخرنفش ده هي باقية إلى الآن. صحيح. لسه بتطلع الصرمة وبتطلع اللوحات وبتطلع دار كذا. قديمة كده ومبنى قديم عريق. فما زالت تشتغل إلى الآن. صحيح. بس في هذا واتفتح بقى في المملكة العربية السعودية على أرقى مستوى، ويعني وبرضو بعض الصانعين المصريين المهرة اللي كانوا شغالين فيها، لأن دي هي معمولة من الحرير الأسود، وكانوا وهم بيودوا من عندنا الكسوة يودوا معاها رطلين أربع أرطال من الحرير، علشان لو في حاجة اتفتقت، حاجة اتقطعت، حاجة يعملوا لها رفة من الايه من الأرطال الخام اللي رايحة معاها في هذا. فالحمد لله. المهم انه بعد كده الملك قال لهم يعني دي حاجة من الله، فإحنا كبني شيبة يعني تتنزلوا للدولة عنها في مقابل معين، واتفقوا على هذا. الكسوة دي حاجة اسمها المعلقة، ده اللي اتعلقت فعلا، ودي يعني لا تقدر بثمن البركة بتاعتها لكم الدعاء والذكر والعبادة تجليات الله سبحانه وتعالى والتجليات التي لا تنتهي طبعا. وفي حاجة بتعملها المصانع برضو دار الكسوة كده، بس مش معلقة يعني بالضبط على الحرير الأسود بالذهب بالفضة بكذا إلى آخره، وتبيعها للمشتاق إنه يعلقها عنده في البيت أو يعمل كده. بس ما تعلقتش على الكعبة. بس هي ما تعلقتش على الكعبة،
يبقى في حاجة اسمها المعلق مظبوط وفي حاجة غير معلق. والحجارة بقى اللي هي بتبان لما تترفع الأستار دي من جبل في مكة اسمه جبل الكعبة. والجبل الكعبة ده هو الحجارة دي منه من ذاته، يعني بيروحوا يقطعوها ويبنوها. بس نعمة الحجارة يا مولانا، الحجارة ملمسها هي نعمة ولها لون مميز. ليس كألوان الحجارة المعتادة اللي هي بتكون بيج مثلا أو كذا، دي أخضر في رمادي كده، حاجة كده لون عجيب يعني متميزة بيها، لأنه ده من جبل الكعبة هي. وكانت الكعبة الأول لا تبنى بالمونة، فكانت كثيرا لما تيجي شوية سيل ولا كذا يضروها، وبعدين ابتدت تبنى بالمونة. سقف الكعبة من الخشب، وهذا الخشب بيدفن في، هو خشب من نوع معين للكعبة ويدفن في الأرض. يعني بعد ما نقطع الشجرة نيجي حفرين ليه في الأرض ونخليه يدفن في الأرض. ليه؟ علشان يأخذ صلابة أشد، وهو ليه ريحة، وعلشان تتركز فيه الريحة. فبيدفن سنين طويلة، لكن معروف انه ده للكعبة. فلما بيحتاج الكعبة ان احنا نغير الخشب خشبة يعني او عرق منه، قوم نروح للمكان ده هو ونجيب منه الحاجة اللي، وده موجود حتى الان يعني موجود لغاية دلوقتي، وموجود وهناك اتفاقات سارية بانه ده مختص للكعبة فقط، وياخدوه من باطن الارض على الكعبة ويغيروا ما يحتاج الى تغيير. فكل سطح الكعبة ده من الخشب، من هذا النوع من الخشب، نوع معين وله رائحة وله صلادة وصلابة معينة بتصلح ان هو يعيش سنين، وطريقته ان هم يقطعوه من الشجر المخصوص ده ويدفنوه في الارض.